سلام، معكم أدهم ورجعنا لكم بفيديو حارق وخارق ومارق وفارق. يا إخوان، اليوم الفيديو عن عيد الفصح المسيحي واليهودي في أوكرانيا. طب ليش يهودي؟ لأنه في هنا نسبة يهود ولو قليلين بيحتفلوا بعيد الفصح. طب كيف هذول الديانتين مختلفات يا إخوان وعندهم نفس العيد؟ صراحة أنا طول الوقت مفكر إنه نفس العيد، لكن يا إخوان العيد مش نفسه. رمزية العيد عند اثنين بتختلف، يعني المسيحيين بيحتفلوا فيه عشان هدف واليهود بيحتفلوا فيه لهدف آخر. اثنين اسمه عيد الفصح أو الباسخة، وصراحة في العربي اسمه، إذا بدك تحكي عن عيد اليهود بتسميه عيد الفصح، إذا بدك تحكي عن عيد المسيحيين لازم تسميه عيد القيامة في العربي، في اللغة العربية. لكن احنا مندمج اثنين ومن كلهم مرات عيد الفصح عيد الفصح، لكن هو عيد الفصح لا، عند المسيحية لازم تسميه عيد القيامة مش عيد الفصح. رمزية العيد يا اخوان عند اليهود فهو يعود الى انهم طلعوا من مصر ايام الفراعنة لما كانوا عبيد، فالسبع ايام هاي اللي قعدوها في خروجهم من مصر وهروبهم من العبودية سموه عيد الفصح أو البسخة أو عيد الفسخ، اللي هو الفسخ من العبودية يا إخوان. لكن رمزية العيد عند المسيحية بتختلف تماما. رمزية العيد عند المسيحية بآمنوا فيه إنه هو عيد القيامة اللي قام فيها المسيح من الموت بعد 3 أيام من صلبه. طبعا احنا هاي الاشياء ما بنآمن فيها، لكن احنا عشان لما تيجي على اوكرانيا او تروح على اوروبا تبقى عارف كيف تتحادث معهم، كيف تفهم عاداتهم، تفهم تقاليدهم، عشان انت كمغترب او كلاجئ او 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 اي اشي موجود في اوروبا او في اوكرانيا او باي دولة غربية انت ما تكون غشيم، لا تكون عارف اللي إلك وعارف اللي عليك وعارف اللي عقبالك شو بفكر، لا اكثر ولا اقل. فهم بالنسبة عند المسيحية هو عيد القيامة أو قيام المسيح من الموت بعد 3 أيام، هذا رمزية العيد. لكن العادات والتقاليد بتختلف. قبل ما نروح على العادات والتقاليد يا إخوان، في نقطة مهمة بخصوص العيد. طب ليش نفس الاسم ونفس التوقيت عند اليهود وعند المسيحيين؟ بكل بساطة لأنه أجى صلب المسيح عند المسيحيين، أو هم كانوا كلهم يهود بهذه الفترة، بوقت عيد الفصح. فكانت قيامته بالنسبة لهم كانت قيامته كان يوم الأحد. طبعا ليش بتختلف الرواية، أو ليش هم بالنسبة للمسيحيين هو قيام المسيح وعودته كل هذا الخراف؟ لأنه في إنجيل لوكاس أو متى على ما أذكر بقول لك انه المسيح فات على الاثني عشر اللي هم اصدقائه اللي كانوا قاعدين جوا الغرفة ورأوه، فاهم، وعزموا عليه حتى ياكل فأكل. بالنسبة لنا احنا المسلمين هذه الحادثة صحيحة، لكن ما معناها؟ معناته انه ما انصلب، لكن شبيهه هو اللي انصلب. ما بدنا ندخل في الدين، ما بدنا ندخل في الدين، لكن احنا انا قاعد بفرجيكم شو هم بفكروا لا اكثر ولا اقل. فهم بحكوا انه المسيح قام من موته بعد 3 ايام وكان عيد الفصح اليهودي. فالكنيس او الكنيسة الارثوذكسية، طبعا هنا في اوروبا الشرقية او في اوكرانيا وروسيا هم ارثوذكس، وفي اوروبا الغربية اللي هي المانيا وغيرها هم كاثوليك. فقامت الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية بهذاك الزمن بعد 300 سنة بتقييم أو عمل تقويم للعيد الباسخة أو عيد الفصح أو عيد القيامة، واعتمد هذا التقويم على التقويم القمري والشمسي مع بعض، فكل سنة بيختلف. زي ما عندنا رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى على التقويم القمري، هم بيعتمدوا على التقويم القمري زائد الشمسي نفس الهذا. الإيجابيات في هذا العيد بجوز ما تصدقوهاش،
يعني أنا الصراحة انصدمت لما خرفوني عن العادات والتقاليد اللي بتبعوها هنا في أوكرانيا الكنيسة الأرثوذكسية، الناس الأرثوذكسيين، العادات اللي بتبعوها في عيد الفصح. أول إشي تقريبا نفس العادات اللي موجودة عندنا في عيد الفصح. عند الأوكران لازم يصير في صدقات، لازم العيلة تتجمع ويزوروا بعض، لازم يكون في عيدية يعايدوا على بعض، فاهمين؟ هاي العادات وين سمعناها؟ في العيد عنا، في العيد عنا يا أخوان. فتقريبا عادات كثيرة موجودة تشبه عاداتنا أيام العيد، لكن هل هم بيطبقوها؟ الله أعلم. أنا شخصيا جاري بطبقها، يعني جاري جاب لي بفرجيكم إياها، كبار بالعمر، ختيرية، ملكيته اللي بدك علي وبكل أعطاني كعكة من هذول الكعكات. لكن يا أخوان، شو بيختلف هذا العيد بين الأرثوذكس والكاثوليك؟ الاختلاف في التوقيت الاحتفال. في أوكرانيا بيحتفلوا في هذا العيد الصبح الساعة 6 الصبح، بيروحوا على الكنيس. في أوروبا بيحتفلوا بهذا العيد في الليل، بيضوي شعلة النار الضخمة أو الشمعدان الكبير الضخم أو الشمعة الكبيرة اللي بتدل على الخلاص تبعهم أو قيام النار أو قيام المسيح من موته، فاهمين؟ فبتختلف شوية التقاليد والعادات بين الكنيستين. هل واجب عليك تحترمهم؟ واجب عليك غصبا عنك وغصبا عن راسك تحترمهم وتحترم عيدهم وتبارك لهم كمان، تمام؟ لكن انك تحتفل معهم بهذا العيد فهو غلط، لانه يعتبر اعتراف بقيام المسيح. احنا ما بنعترف بقيام المسيح، بنعترف انه المسيح اصلا ما مات، بنعترف انه المسيح ربنا بعث بديل له اللي يقتلوه، تمام؟ ولكن شبه لهم، القرآن بحكي، فهو شبه إلهم إنه بديل، لكن المسيح ما مات. والدليل على هيك إنه طلع لأصحاب الاثنى عشر بعديها بكم يوم وقال لهم هين أنا روح وجسد قدامكم. فهاي الخلاصة تبعت العيد عند المسيحيين. اليوم عيد الفصح يعتبر عيد عطلة رسمية، بيجي هو دائما يوم أحد، فهو يعتبر عطلة رسمية، والأحد أصلا عطلة رسمية، فبروحوا بيعملوا يوم الاثنين كمان عطلة عشان إنه يعني يثبتوا للناس إنه إحنا هينا احتفلنا في العيد، فاليوم الثاني اللي بعديها برضو يعتبر عطلة. طبعا أحد العادات المهمة أو التقاليد المهمة اللي موجودة عند الأوكران الاحتفال بعيد البسخة أو عيد القيامة هو إنهم بروحوا الصبح مثل ما حكيت لكم على الكنيسة، وبأخذوا معهم الخبز، خبز وكعك وشغلات، وبصيروا القديس أو شو بسموه البابا تبعهم، هذا تبع الكنيس، بصير يرش عليهم الماء المقدس وعلى خبزهم عشان يبارك لهم فيها، فاهم؟ لأنه احنا كلنا المسيح كيف عرفوا انه قام من الموت؟ راح على الاثنى عشر اصحابه اللي موجودين في غرفة وكانوا يوكلوا، وعطوا يوكلوا اكل من اكلهم. فهذه قدسية او رمزية هذا العيد. فبيجي القديس وبقعد يرش عليهم باي مثل ما راحين تشوفوا في الفيديو، وهيك بصيروا مطهرين من ذنوبهم، والاكل تبعهم مقدس وطاهر، واي واحد بوكله بتطهر من ذنوبه. بخليكم مع الفيديو، وهاي نهاية الفلوغ تبعنا. نشوفكم المرة الجاي، مع السلامة. Субтитры сделал DimaTorzok